بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالأمس تكلمنا على مقدمة بتعريف صاحب الكتاب الذي سوف نقرأه إن شاء الله في تراويح هذا الشهر المبارك، وهو كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، للإمام أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد الأزدي الأندلسي الشهير بأبو جمرة، أبي جمرة، وهو بدفين هنا في مصر في سفح المقطم جنب مسجد سيد بن عطاء الله السكندري. سيدنا أبي جمرة ده أعرف أنا واحد صديقي راح بيزوره، وبعدين بيقول له السلام عليك، فسمع بيرد عليه من جوه القبر، فبيقول أنا كنت حشت، قلت له ما تروحش تزوره لوحدك بعد كده لحسن تتجذب ولا يجرى لك حاجة. فحكاية رد الإجابة من داخل القبر من الأولياء دي مشهورة، بتحصل بعض الناس يسمعوه، حتى إن سيدنا الكمال بن الهمام الحنفي الشهير العلامة علامة عصره الكمال بن الهمام، وهو من أهل مصر يعني عاش في مصر وله مصنفات عديدة، ما فيش واحد حنفي إلا ويعرف، لأنه يعتبر مرجع من مراجعهم، زي ما احنا نعرف الإمام النووي كده كشافعية، الحنفية بقى يعرفوا الكمال بن الهمام كويس أوي، زي ما نعرف احنا الإمام النووي الإمام الرافعي، فهو عالم من أعلام الأحناف. سيدنا الكمال بن الهمام رايح يزور سيدنا بن عطاء الله السكندري في قبره في حال حياته، فقعد يقرأ بجوار القبر سورة هود، ده سيدنا كمال بن الهمام، سيدنا بن عطاء الله مدفون وده قاعد جنب القبر بيقرأ سورة هود، فوصل لحد قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فسمع من داخل القبر يقول له ليس منا شقي. ده كمال بن الهمام راجل علامة عصره، مش راجل مكذوب يعني، مش هنقول ده راجل مكذوب بيسمع اي كلام. فسيدنا كمال بن الهمام لما سمع الحكاية دي وسمع الإجابة دي من داخل القبر أوصى أن يدفن بجوار سيدنا بن عطاء الله. وعشان كده لما تروح تزور سيدنا بن عطاء الله تخرج من الجامع وتلف كده تلاقي مسجد مقام سيدنا الكمال بن الهمام، فحتة يعني مليانة أكابر، فربنا ينفعنا بهم وببركاته. قلنا امبارح إن كتاب بهجة النفوس ده كتاب بركة كبيرة، لدرجة أن مصنفه رأى الله في المنام لقنه دعاء وقال أنه أجابه له، في وسط هذا الدعاء أن يجعل هذا الكتاب من تملكه أو قرأه أو سمعه يكون مفرجا له من كل كرب، مفرحا له، يكون حجة له يوم القيامة، يكون نورا في قلبه ونورا تاما له يوم القيامة، يعني في بركة كبيرة. بعد ما قرأت عليكم الكلام ده امبارح وقلناه، قعدت انا برضو اتذكر هل انا حصلت لي حاجة مع كتاب بهجة النفوس دي فيها تفريج شدة؟ تذكرت والله، ربنا ذكرني، يعني انا الكتاب ده كنت واخده معايا في شرم الشيخ من 6 سنوات، في يوليا من 6 سنوات كنا رايحين نصيف في شرم الشيخ، يعني استضافونا في فيلا من فيلا علية القوم ونحن لسنا منهم، فيها بقى حمام سباحة وشغلانة كده حاجات الواحد مش متعود عليها. المهم يعني فروحنا الفيلا دي وكانت بنتي آية صغيرة كده لسه ما دخلتش المدرسة بتاعت حوادث دي. المهم أنا في أي سفرية أخد معايا المصحف وأخد معايا كتاب أقرأ فيه في الرحلة يعني، فأخدت أنا في الرحلة دي كتاب بهجة النفوس ده، النسخة دي بالذات كنت واخدها معايا. فالمهم يعني آية دي بعد العصر كده، يعني كان بعد العصر بحوالي ساعة، أنا قاعد في الريسبشن بتاع الفيلا دي وجو شرم الشيخ حر، فقافل الإزاز بتاعها كده، يعني الباب بتاع البلكونة اللي يخرجك على حمام السباحة ده إزاز كامل كده، فقافله وفاتح الستارة علشان يدخل النور من بره، ومشغل التكييف، والدكتورة زوجتي فوق
كانت فيلا دورين بقى عقبال عندكم، كانت زوجتي فوق ومش عارف احمد ابني ومحمد ابني بيعملوا ايه، ويعني كل واحد في مواله، وانا قاعد اقرا، وايه دي بتلعب جنب حمام السباحه بره، وبتجر كده، كنا جايبين طياره اللي بيطيروها العيال الاطفال دول، فهي واخده الطياره والحبل وماشيه بظهرها وحمام السباحه وراها، راحت البنت وقعت في حمام السباحه، وانا قاعد بعدت، انا لما اقعد اقرا كتاب عمري ما ارفع عيني عنه، يعني قاعد اقرا في كتاب عادي وقاعد جوه، يعني حتى لو صرخت انا مش هسمعها لان الازاز مقفول. فسبحان الله في لحظه ما وقعت انا برفع كده عيني وهو الكتاب في ايدي على غير عادتي، ده من توفيق ربنا. فبصيت البنت وهي بتقع، رحت رامي الكتاب وفتحت البتاع ونطيت جبتها بهدومي، حتى بالساعه بهدومي بكل، نطيت وراه ورحت مطلعها. عارف انت الطفل اللي يقع في الميه دي في خلال اقل من دقيقه يموت، غير الراجل الكبير، الراجل الكبير لو غطس 3 دقايق وبعدها يموت، انما الطفل لا بيموت على طول، لانه الطفل يروح شاهق يشهق كده، ياخد شهيق اول ما ينزل من الخضه يملى الرئتين ميه خلاص يموت، فاش دلع يعني. فقلنا بركه والله الكتاب، ربنا فرج الشده، فيعني ايه يعني تصدق الكلام اللي بتقراه لما يقول لك ان هذا الكتاب فيه تفريق شده. صحيح البخاري لا يقرا على شده الا وربنا يرفعها على مر العصور، الحاجات دي مجربه، يقول لك كتاب صحيح البخاري كانوا لا يحملوه في سفينه في سفر وتغرق ابدا، كان زمان معظم السفر بالسفن، فكانوا لما يركبوا سفينه ياخدوا معاهم صحيح البخاري عشان يعني يبقى امان من الغرق. وكتاب بهجه النفوس ده بيشرح احاديث مختاره من صحيح البخاري، يعني ثمره الثمره. وعلشان كده الواحد يعني المهم لما افتكرت الحكايه دي قلت والله لا احكيها لكم بقى، يلا ما يجراش حاجه. المهم نخش في الموضوع، لان احنا امبارح قرانا مقدمه الكتاب، نبدا فيها كتاب بهجه النفوس وتحليها بمعرفه ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهايه في بدء الخير والغايه للامام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 699 هجرية ودفين مصر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وجزاه الله عنا خير. يقول في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخيرة من خلقه، وعلى الصحابة السادة المختارين لصحبته، وبعد. فلما كان الحديث، وما يقول لك الحديث ويسكت يبقى يعني الالف واللام هنا للعهد، يبقى حديث النبي، لكن لما يتقال الحديث عموما احيانا في غير كتب الدين يبقى يقصد باي حديث، يقول لك حديث المدينه، حديث اي حاجه بقى، حديث الناس اللي هي يقول لك سهرايه بيتسهروا، لكن لما يطلق الحديث بالالف واللام للعهد في كتب الدين عند المسلمين ينصرف الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده معناه يسموه الالف ولا من للعهد. فلما كان الحديث وحفظه من اقرب الوسائل الى الله عز وجل بمقتضى الاثار في ذلك، يعني الاشياء الوارده في ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه واله وسلم: من ادى الى امتي حديثا واحدا يقيم به سنه أو يرد به بدعة فله الجنة. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له أجر 71 نبيا صديقا. والأثر في ذلك كثير، ورأيت الهمم قد قصرت عن حفظها مع كثرة كتبها من أجل أسانيدها. والأسانيد يقصد بها الرجال، يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، الناس تفتح كتب الحديث تلاقيها كلها أسماء كده تتسد نفسها تروح قافلها، يقول لك هعرف إيه ده؟ فبيقول علشان كده الناس صرفت عنها من مع إن الأسانيد دي هي دي اللي حفظت لنا السنة واللي يفهم كده العلماء، لكنها على أي حال الناس اللي بتبقى همتها ضعيفة في طلب العلوم بتتعب من الأسانيد وتتصد نفسها منها. فعلشان كده قال إيه؟ فرأيت أن آخذ من أصح كتبه، يعني من كتب الحديث، يعني كتابا أختصر منه أحاديث
بحسب الحاجة إليها، وأختصر أسانيدها ما عدا راوي الحديث فلا بد منه، فيسهل حفظها وتكثر الفائدة فيها إن شاء الله تعالى. فوقع لي أن يكون كتاب البخاري لكونه من أصحها، ولكونه رحمه الله تعالى كان من الصالحين وكان مجاب الدعوة ودعا لقارئه. الإمام البخاري معروف أنه مجاب الدعوة، معروف كده يعني، مشهور في عصره حتى وهو طفل صغير، أصابه رمد ففقد بصره وكان صبي صغير، فأمه حزنت عليه حزن شديد وعرضته على أطباء في عصره، فخلاص ما فيش علاج، فنامت حزينة حزن شديد، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يمسح على عيني ابنها ويدفل فيها، فاستيقظت وأيقظته وجدته مبصرا، يعني في عين رعاية النبي الإمام البخاري من صغري، يعني من صغري والنبي صلى الله عليه وسلم عينه عليه بيربيه عشان حيحفظ أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام البخاري ودعا لقارئه، وقد قال لي من لقيته من القضاة الذين كانت لهم المعرفة والرحلة عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل، إن كتابه يعني كتاب صحيح البخاري ما قرئ في وقت شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت قط. فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات، وعلى فكرة ما يتحرقش برضه، يعني الشيخ نجيب المطيعي نقلا عنه كان بيقول حصلت حريقة في داره أو في حجرته أو في مكتبته لا أذكر، فبقول معظم الكتب احترقت ولقيت صحيح البخاري في وسطها كده كما هو، فصدقت ما بيكتب في هذه الكتب. فالحكاية الناس بتقول الكلام ده بناء على تجارب على مر العصور. فرغبت مع بركة الحديث في تلك البركات لما في القلوب من الصدأ، فلعله بفضل الله أن يكشف عماها وأن يفرج عنها شدائد الأهواء التي تراكمت عليها، ولعل بحمل تلك الأحاديث الجليلة تعفى من الغرق في بحور البدع والآثام. فلما كملت بحسب ما وفق الله إليه فإذا هي 300 حديث غير بضع، يعني لما اختصر صحيح البخاري وشال الأسانيد وشال المكرر وشال 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 طلعت حوالي 300 حديث وشوية. فكان أولها كيف كان بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآخرها دخول أهل الجنة الجنة وإنعام الله عليهم بدوام رضاه فيها. فسميته بمقتضى وضعه جمع النهاية في بدء الخير والغاية، بدء الخير اللي هو الوحي والغاية الجنة، فبديت بدء الوحي ونهايته دخول أهل الجنة الجنة، فراح سماه جمع النهاية في بدء الخير والغاية، ولم أفرق بينها بتبويب رجاء أن يتمم الله لي ولكل من قرأه أو سمعه بدء الخير بغايته، يعني ما رضاش يفصله بتبويب علشان كأن إيه أراد أن قارئه لا يفصل بينه وبين هذا الكتاب إلا ويدخل الجنة، يعني حتى التبويب ما رضاش يبويب عشان يبقى كله خير كده على بعضه يدخل وياخده حتة واحدة. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها لقلوبنا جلاء ولداء ديننا شفاء بمنه لا رب سواه، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين. بهجة النفوس بقى شرح هذه المختصرة، يعني بعد ما اختصرها في الكتاب اللي سماه جمع النهاية راح شرحها في كتاب بهجة النفوس اللي احنا هنقرأه بعده. أول حديث فيها حديث بدء الوحي، لأن الخير كله عرفته الأمم من بداية الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولولا الوحي لنبينا ولولا وجود نبينا ما كانت هناك هداية ولا كان هناك قرآن، وعشان كده أشار إلى ذلك سيدنا عبد السلام بن بشيش فقال لولا الواسطة لذهب الموصوط، لولا الواسطة اللي هو النبي لذهب الموصوط وهي الهداية والقرآن وغير ذلك. آدي المعنى، يعني كأن النبي
واسطة كل خير، لأنه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. حديث بدء الوحي عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخواتها وعن سائر أمهات المؤمنين، أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أمنا أم المؤمنين، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وممكن تقول وتكسب المعدوم روايتان، وتقري الضيف وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. إحنا مكان جزعا نقول إيه؟ جدع. المصريين يقول خليك جدع، يعني قوي، يعني مش كده برضو؟ هي نفسها جدع، هي جدع، بس المصريين حوروها وشالوا النقطة كالعادة، يحبوا يشيلوا حاجات كتير. يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: دثروني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. يقول الإمام أبو جمرة معلقا على هذا الحديث في الشرح، هو شرح الحديث ده في حوالي 71 مسألة،
يعني قسم ما يؤخذ من هذا الحديث في 71 مسألة، كل يوم هنقرأ منها شوية لحد ما نخلصها وندخل في الحديث الذي يليه. يقول: هذا الحديث يحتوي على فوائد كثيرة من أحكام وآداب ومعرفة بقواعد جملة من قواعد الإيمان، ومعرفة بالسلوك والترقي في المقامات. ولأجل ما فيه من هذه المعاني حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها. ليه احنا عرفنا ان اللي عرف ستنا عائشة الحديث ده هو النبي؟ لان ستنا عائشة اصلا عند بدء الوحي ما كانتش اتولدت اصلا لسه، فهي ما تعرفش الحاجات دي إلا بإخبار مخبر لها أكبر منها، فيكون إما النبي أخبرها أو سيدنا أبو بكر أخبرها أو أي واحد من كبار الصحابة أخبروه، وترجيح إن النبي هو الذي أخبرها أقوى، لأنها كانت زوجته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسامرها ويتكلم معها كثيرا بحكم أنه زوجها صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى شكل بيقول: ولأجل ما فيه من هذه المعاني حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لتبدي ذلك للناس لكي يتأسوا بتلك الآداب ويحصل لهم معرفة بكيفية الترقي من مقام إلى مقام، مع ما فيه من فائدة المعرفة بابتداء أمره عليه الصلاة والسلام كيف كان، لأن النفوس أبدا تتشوف إلى معرفة مبادئ الأمور كلها وتنشرح الصدور للاطلاع عليها، فكيف بها لابتداء هذا الأمر الجليل الذي فيه من الفوائد ما قد ذكرناه. ويعرف منه مقتضى الحكمة في تربيته وتأديبه. ولأجل ما فيه من هذه الفوائد حدثت به عائشة رضي الله عنها وأخذ عنها، ونحن إن شاء الله نشير إلى شيء منها وننبه عليها بحسب ما يوفق الله إليه. فنقول: الكلام عليه من وجوه: الأول قولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فيه دليل على أن الرؤيا من النبوة وهي وحي، وهي وحي من الله. وعشان كده ما ينفعش، شوف كل الوحي ارتفع بعد نبينا وبقي من الوحي الرؤيا الصالحة لكل المؤمنين، بقى هي البقية بس من الوحي. وعشان كده حرام ان الانسان يتأول رؤيا هو ما شافهاش، حرام، لانه كأنه ايه بيختلق وحي، كأنه مدعي نبوة، زي الكذاب مدعي النبوة يقول لك انا شفته وما شافش، يقول لك انا وانا نايم شفت مش عارف ايه وشفت ايه، ويقعد يحكي وما شافش حاجة. حرام، حرام من الكبائر، يعني حرام من الكبائر ان هو يقول كده. وكمان حرام انك انت تحاول تهجم على رؤية تأولها الا لما ربنا يلقي في روعك معنى تأولها، لانك انت هنا بتأول وحي، فيبقى ما تحاولش تفسر وحي وتأوله الا لما يبقى عندك دليل، والا كأنك انت بتهجم على وحي وتحاول ايه تعبر عنه بجهل، وانت عارف اللي بيهجم على وحي ويعبر عنه بالجهل حرام. كمان يحاول ان مثلا يفسر آية وهو لا يعلمها، او يفسر حديث للنبي وهو لا يعلمه، يبقى الواحد ما يتسرعش في تأويل الرؤى للناس. لو شفت رؤية اولا لا تحكيها الا لحبيب، ما تحكيهاش لواحد يحسدك او يكون بيبغضك، لازم يكون واحد حبيبك، لأن الرؤية فيها نوع بشارة، وقد تكون نظارة وتكون في ظاهرها نظارة وهي بشارة أيضا. يعني هو حتى لو ربنا خلاك تشوف رؤية وبينذرك فيها، ما هو دليل أنه يريد أنك تصلح نفسك، يبقى برضو هي خير، حتى خير ولو فيها إنذار، مش كده برضو؟ يبقى طالما هي الرؤية خير يبقى ما تقولهاش إلا لحبيب عشان ما يحسدكش على الخير ده، دي أول حاجة. يبقى ما تقولهاش إلا لحبيب، لأنه مع أول تأويلها بيقول لك الرؤية تكون على رأس طائر، تقع على أول تأويل له. والحبيب أما هيأول لك الرؤية يوم يحولها لك على أحسن الوجوه وأحسن المحامل، يوم ربك سبحانه وتعالى بيجري على لسانه ما يريد أن يوقعه. فهمت بقى؟
كأن الرؤية تفضل كده تحتمل معاني كثيرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يحملها على معنى واحد بتوفيق من يؤوله. شفت بقى المسألة ماشية ازاي؟ فيقوم يجي الواحد يروح مأولها، يروح واقعة كما أولها. فلما تروح لواحد بيكرهك وتقول له الرؤية، يقول لك يا ساتر، ده انت هيجي لك غم ويجي لك مصيبة ويجي لك، ما هو أصلا عايز الحكاية دي من زمان نكدي، فملاش لازمة. يبقى تروح لحبيب بدل ما يقول لك حاجات زي دي، يقوم يقول لك حاجات حلوة حتى لو كان في ظاهرها تخوف وأي من انت مرعوب منها، يروح هو محول لك الخوف ده الأمن، يحول لك حتى المعنى اللي انت شايفه قبيح إلى معنى مليح. ليه؟ لأنه حبيبك. فهمت بقى المسألة؟ فالمهم بيقول لك هنا فيه دليل على أن الرؤيا من النبوة، وهي وحي من الله، إذ أن أول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي إليه كان بها. وقد صرح الشارع عليه السلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشارع يشرع أو النبي، لأن الوقت بيقول لك ناس في الفضائيات يقول لك النبي ما بيشرعش. يعني إيه ما بيشرعش؟ ما هي التشريع إيه؟ قرآن وسنة، مش كده؟ هو التشريع جاي من القرآن والسنة، إزاي النبي ما يشرعش؟ إذا كان ربنا بيقول له أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، يبقى مطلوب منه البيان، وبيان تشريع حاجة غريبة. إذا كان التشريع وإقرار النبي قوي، فإزاي يقول لك العالم في الفضائيات دلوقتي يقول لك النبي ما بيشرعش؟ الجماعة القرآنيين اللي مسميين نفسهم. فخد بالك، شوف أهل السلف الصالح يقول لك إيه؟ لأن الشارع عليه السلام، لأن النبي مبلغ عن ربه، مش كده برضه؟ رسول الله يبلغ عن الله. لأن الشارع عليه السلام بذلك، وقد صرح الشارع عليه السلام بذلك في غير هذا الحديث، وسيأتي الكلام على المرأة وما يتعلق بها، والجمع بين متفقها ومختلفها، ومجموع أحاديثها في موضعه من آخر الكتاب إن شاء الله. هيجي لك كتاب الرؤيا والتعبير في آخر الكتاب، فهيقول لك، هيأجل لك الكلام عليه لما نوصل لآخر الكتاب إن شاء الله. وطولة العمر تبلغ الأمل إن شاء الله، مصيرنا نخلص. ما هو ده الحديث كده، مش بيقوله، ده كلام النبي. ما هو علشان كده هو ما رضاش يجيب لك الحديث. لا، من 46 جزء من النبوة الحديث كده، الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، جزء من 46 جزء. ليه 46 جزء؟ لأن وحي النبي صلى الله عليه وسلم مكث مكث 23 سنة، قعد 6 شهور يشوف الرؤيا، يعني قعد نص سنة من 23 يشوف الرؤيا ثم جاء الوحي. يبقى ال 23 كام؟ 46، 46 نص يعني. وعلشان كده يقول لك جزء من 46 جزء من النبوة. شفت بقى المعنى جت ازاي 46؟ فالحكاية النبي اللي ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ان النبي يعني كلامه منضبط. لان لو واحد يعني مش منضبط في كلامه كان لابد تجد في كلامه اختلاف كثير. حتى ان من وجوه اعجاز القرآن انك لا تجد فيه اختلاف. مش ربك بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ فمن وجوه القرآن، اعجاز القرآن، الائتلاف وعدم الاختلاف. والنبي قرآن يمشي، فتجده ايضا النبي كلامه وسيرته مؤتلفه غير مختلفه. فهمت بقى؟ علشان العالم اللي يقولوا عليه كاذب وانه ألف القرآن وانه لحد دلوقتي بيقولوا كده، ومش عايزين يعترفوا حتى ان الاسلام دين سماوي، بيعتبروه من وضع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الثاني قولها مثل فلق الصبح، تريد بذلك صدق الرؤية. يعني شوف انت الصبح في شدة النهار ممكن تختلف رؤيتك على حاجة شايفها واضحة. ده انت لما حد تقول لي يا اخي ده انا شايفه زي الشمس، ادي المعنى، يعني يشوف الرؤية فتأتي واضحة مثل فلق الصبح، لدرجة ان يجد تحققها في النهار. يعني يشوف في الليل اللي يحصل في النهار بعدها بيوم او اثنين، كأن الله يعوده انه يرى الغيب، اراد ان يعوده انه يرى الغيب لحد بعد كده ما يجيله الوحي. تريد بذلك قولها مثل فلق الصبح، تريد بذلك صدق الرؤيا، وكيف كانت تخرج في الحين من غير تراخ ولا مهلة، على قدر ما رآه عليه السلام سواء بسواء، ولقائل أن يقول
لما عبرت عن صدق الرؤية بفلق الصبح ولم تعبر بغيره؟ والجواب أن شمس النبوة كانت مبادئ أنوارها صحة المراء وصدقها، فما زال النور يتشعشع ويتسع ويبين حتى بدا شمسها، وهو ما أنزل عليه من الهدى والفرقان. فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بما أنزل بكريا، آمن وصدق. ومن كان أعمى البصيرة كان خفاش زمان الرسالة، الشمس تسطع وهو لا يرى شيئا، فإن الخفاش يخرج بالليل ويتخبأ بالنهار لأنه لا يبصر مع ضوء الشمس شيئا. وبقي الناس بين هاتين المنزلتين يترددون، كل منهم يبصر بقدر ما أعطي من النور. يبقى بقدر ما أعطي من النور يبصر من النبوة، وإذا لم يعط نورا خالص فهو كالخفاش لا يرى ما محوله. جعلنا الله ممن أجزل له من هذا النور، وحسن الاتباع أوفر نصيب بمنه. ولأجل هذه النسبة التي بين ابتداء النبوة وظهورها مع فلق الصبح وقعت العبارة به ولم تقع بغيره. ونقف على الوجه الثالث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرنا فعن ذكر الغافلون. وجزاكم الله خير.